ضمن تفشي العنف وتكرر بعض الحوادث الإجرامية في الكويت وعودة الحديث عن قانون جمع السلاح الذي وعد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالعمل على إعادة إحيائه، وهو حديث برلماني أيضا ومطلب ملح من وجهة نظر بعض النواب الذين لا يخفون تخوفهم من تداعيات انتشار ظاهرة حيازة السلاح، سيما بعد مناصري التيارات السياسية التابعة لأحزاب خارجية على حد قول بعضهم. تقرير لرباب بداح. قانون جمع السلاح الذي قال بشأنه وزير الداخلية بأنه سيعمل بكل طاقته لإعادة إحيائه هو اليوم حديث بل مطلب نيابي، فلا يخفي أعضاء البرلمان وجود السلاح على حد قولهم، ولا يخفون أيضا تخوفهم من تداعيات انتشار ظاهرة حيازة السلاح سيما بين مناصري التيارات السياسية التابعة لأحزاب خارجية على حد قول بعضهم. هذا خطر موجود، واليوم في سلاح، وأنا من زمان من يعني بداية حملتي الانتخابية وأنا أقول أن هناك الكثير من السلاح في المزارع وفي الشاليهات وفي الشقق وفي المنازل وفي بعض المباني المؤسسات الحزبية والتيارات السياسية، لأن اليوم احنا نفهم أن في بعض التيارات السياسية عندها جناح عسكري وعندها جناح سياسي، وهذا في التنظيم مالهم اللي هم تابعين التنظيم العام. الكويت هناك تنظيم، تمام، في هناك تنظيمات سياسية موجودة بالكويت عندها، لأن هي تابعة لتنظيمات خارجية، وفي بعض اليوم التيارات السياسية محسوبة على هذه التيارات كلنا نعرفها وعلى هذه الأحزاب السياسية الخارجية تنتمي لها بالفكر بالتنظيم بالارتباط بالعلاقة، وأن اختلفت الأسماء واختلفت التسميات لكن هي مرتبطة بالفكر وبالنهج والعقل. تتخوفون؟ فإحنا نتخوف بأن هذا السلاح يستخدم من قبل البعض المغرور فيهم. النائب خليل الصالح يذهب في خط المعيوف لجهة المطالبة بجمع السلاح، بل يزيد مطالبا بإيجاد طريقة قانونية لدخول المنازل والتفتيش عن السلاح. السلاح موجود، وحالات إطلاق النار والقتل الموجودة، لذلك طلبت في سؤال برلماني وجهت لوزير الداخلية عن عدد الحالات الأسلحة المرخصة والغير مرخصة وأنواعها، فالرقم كبير، يعني 34,000 وقطعة سلاح مختلفة ما بين سلاح صيد وما بين بندقية ما بين مسدس ما بين رشاش، يعني هذا شيء كبير، يعني تم تحريزها وأن هناك موجود، فبالتالي احنا عندنا مشكلة قنبلة موقوتة في المجتمع الكويتي، لولا هنالك يعني يصير هنالك لا سمح الله احتكاك وتنتقل هذه القضية إلى حالة الفعل اللي هو الميداني، قد هنالك يصير في عندنا فوضى وبالتالي صعب جدا السيطرة عليها. كان لابد من إيجاد طريقة وحلول بحيث أننا نبتدي نحط إيدينا على خطر محدق قادم في الكويت في حالة الانفلات الأمني الحقيقي. يكون جمع السلاح في المنازل، يعني هل تؤيدون يمكن مداهمة القوى الأمنية؟ وفق القانون نعم، أطلب أنا واحد من الناس أقول لابد أن يكون هنالك في آلية لجمع الأسلحة من 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 الناس بطريقة القانون، وحتى لو تطلب أن نشوف لنا آلية قانون الناس ندخل يصير تفتيش موجود، فهذا لابد أن يصير، لأن أنا أعتقد هذه وسيلة خطرة جدا في مجتمع صغير لا يتحمله. يذكر بأن العديد من أعضاء البرلمان الحالي قد تقدموا باقتراحات بقوانين لإعداد قانون جمع السلاح. رباب بداح، الرأي.